بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن شاء الله تعالى وحنكبر الله بأن آيات بقول طبني يكو إلى آيات بقول لباتا يؤفر وصورة الأنعام جزكي سيديرات باللوغيس آيات يهور وحي أهيد ترسيق يهور ونقلب ونقد أفئدتهم قلوبتهم وصدي حق أهيد ميلك للو قدين يو أبصارهم عند هذا كما لم يؤمنوا سأينا أرهمين به قرآن كأرهمين أول مرة سيدي مركي هربا أرهمين وآيين يهدنا اللو سيكينين أرهمين ونذارهم حانوك قتك في دقيانهم كيب الكودة يضلال كودة يعملون يغور أحسن الله عليه ولو أننا أنه نزلنا هدان دجنو إليهم حقوضا الملائكة ملائكة هدان سعود دجنو قولنا الحق ديدا وكلمهم الموتى كويد انتهينا أي الله لا نويدهم وروحا نوار ووحشرنا أنصاشر عليهم دشوذا كل شيء شيء الأركود قبولا سيد ظاهر وعدانا ما كانوا ما هذا ليؤمنوا كوارهم ما هذا إلا أن شاء الله إنه الله دونهم ولكن أكثرهم بدن كود يجهلون وكجاهل الله سبحانه وتعالى وحليه سيدا يقول ضلبنا يان هذه ملائكة لسودك يو ووحن وارن تلا وموتدي ذاتك ينتهي هلان ووحن وارن جلاهنين وشيك سواء الله أبو رلوك ووحن وارن جلاهنين مرنا مرفو مين يان إنو الله دون موي مركا وحي كردقان تاهي وحمي جيزيزه وحوطة ريسا ماتيرتو هذه الله وافتية كليه ومرفو مين يان وي وحوالبان وحي الله وافتية ألا دون يا سعودين معجزات إيه وحلا كان عندنا وحبو تاري ميس وعند السرحات بيده ولو أننا أنه نزلنا هدان كد جنو إليهم حق دي دياشا الملائكة ملائك وكلمه وملائكة تلاهد وروحا وار وكلمهم الموتى كوار دينتين أي الله الله ورنقا ماشي تقنوي وحا وار وحشرنا أنصاشر عليهم دسوا كل شيء شيء الأرك قبولا سمو قطاء ظاهرة ما كانوا ما أهادين ليؤمنوا كوارهم إن لها إلا أن يشاء الله إلا الله إنه دونه كوها دي يمويان بركم عنا وحي كاردك ثم عجيزيد وحبو تاريميس ولكن أكثرهم بادن كود يجهلون وكجاهي وصدا وحقرا مايا وكذلك صدا أدق اللقو حستي وعلقوا ليه كذلك ذو أساسي يعني جعلنا أغوية اللي لكل النبي النبي والبعدو عدو شياطين الإنس يرؤيا لعدوة وكبدل والجن جنك سيداميسي يوحي ووحيون بعضهم قاركوت شياطين تي جنك إلى بعض قارك كلي زخرف القول قول قروح بدن زخرف ذهب كلي له قول قروح بدن قرورا ليقروا إلي كوكديان ليقروا وحان أولاي هاي فعل كدمار ربنا إنا كو عرفنا ولو شاء ربك ربك هدو دوننا ما فعلوه سدابا ميالي دي الله دون اي فذرهم اسكغتك يوم يفترون وحي بين ابورتين اسكغتك ويسده ايات كسته او نبي قال لغو يراهد فرها كقادو اسكغتك وا مركان جهاد كو جيرين وين انت جهاد كو جيرين وين مرك علماء قاد با لا ايدها نو عاسه نبي فرها كقادين كل ايه سيف با لو نسخاي مرك لما نسخينا وها كفيعان مركي لو باهدو اي ظروف اي هلكا مريسو يا ايدها لا استعمال markii kanana jihad baa lagu qaad waxa way ma nasaxna marka soo duruftu keento in la dabco oo si sahlan loo isticmaalo gaalada ya ayadaha la isticmaali way marka sida nabiga ilaah maxamed oo adiga cadaw lagu sameeyay ya nabi kasta cadaw lagu sameeyay cadawgaas oo ah shayaadinul insi wal jin oo jinkuna shaydaan buuleeyahay insiguna shaydaan buuleeyahay waa sifada masuulka loo dhaafay al insu shayaatin way يولجن الشياطين يوحي ووحي بعضهم قاركود وحي وحا لوغو مغعابي وحي وحوسهان با ليرا هذا الهوسهان ووحي بعضهم قاركود الى بعض قارك كلي زغرف القول قول قروح بدن او ملب ادمودو قرورا كذا درتين مركا هذا الذي كيدن وحا كميدها ورقولدينا النبي محمد لا جوجت وحي الله دلينا معونيسان او بختيي وحد ايدو كديشين واد عونيسان bal xaaladda u fiirsada way yidhaahdeen marka shaydaanka iyo wixii dhanba waxa ay isdhex marin
shaydaanka wax cusub keenii oo dadkii u soo waxyoon markaas lagu la soo aadiyo nabiga la soo aadi Allah wuxuu leeyahay wuxuu waxyoon baadhum qarkood ila baad qark kale uu sheegi wa hoos ahaan zukhrifal qawli qawl quruh badan quruuran kada darteed uu ku kadinayo hadalka aad isku hoosdeen waa kadsoon walaw sha rabbuka rabbiga hadu doonana ma faaluhu ma ayna sameeyeen fadarhum iskaga tag faraha ka qaad iyo ay iftaroon iyagu waxay been abuurteen isudda markaanu ciraabayno ma wawda waxaan ka dhignaa waa walmaciya layna wawda fadarhum ka tag iyo wama yaftaroon waxay been abuurteen isaga tag qururan kada darteed bay sida u leeyihiin iyo wali tasqa inay u eelato ilayhi shaydaanka ama hadalka zukhrufka afidatu alladina ku qulubtooda لا يؤمنون أن رمين بالآخرة أن خراء رمين وليرضوه إنه يخال لك النقدان هذا الكاحنك وليقترفوا إنه شقائق قرب سنان ما أي شقائثان معنى ما شيقهم يوم مقترفون أي شقائثانيان وحا هذا الكاح زغرفك أي أكينيان أكشيقيان كدين أي ككدينيان كوده يددك أن مؤمنين تأهين قلبك حن إنه يقولك هارعيان ويخال لك النقدان كل نقمان qiraayinka qaar baa laamta laamul amar ka dhigi wal yardawhu wal yaqtarifu laamul amar bay ka dhigi wal yardawhu raaliha ka noqdeen hadalka zukhrufka ah wal yaqtarifu marka ha gurubsadeen ma muqtarifo marka sidan hada ino dhigan baan ku wadeyna waxa weeye wax zukhrufal qawl bay isu waxyoon quruuran kadin darteed ay ku kadinay quruurku waxa weeye ruuxu inta wax la hoos galiyo wixii run u qaato iyo wali tasqa inay u eelato ilayhi hadalkii ay isu waxyoodeen afidatu alladina kuwi qalbiyalkooda la yuminuna an rumaynin bil akhirati ilay qofka qalbiga xun ee wasakhda unba hadalka xun oo dhan u dhakaadicin qofka xaqdoonkii ma ogola inuu hadalka maqlo iyo wali yardawhu hadalka laftiisa inay raal ka noqdaan ku dhaqmaan iyo wali yaqtarifu inay kasbadaan ama shaqaystaan ma shaygum iyo muqtarifuna shaqaysanayo dambi markay hadalka xunka aqaataan dambigii ay kasbanayeen horey u sii soconaya afa qeyrallahi ma alla qeyr kibaan abtaqi talbi hakaman hakimahan wa huwa allana alladhi allahu wa anzala dajiya ilaykum haqina alkitaba kitabka dajiya quraanka ah mufassalan hala kala digdigay oo la cadeeyo la kala fasiriyay walladina ku ateenahum ansina alkitaba kitab ansina وأهل الكتاب كيا يهودي النصارى يعلمون وحي أجيهن أنه كتاب كان قرآن كأه منزل إلا جسود جي من ربك ربك بالحق حق لو جسود جي حاله كده هاي فلا تكونن النبي الله محمد وهم قنن من الممتارين قوة شكسان إن جا هذا الكلي نولك إذا إن النبي الله محمد ممتار من قنن إن جا لين جوان بس وحوي أنت ولي ما دين مسألة يجده المسألة ده ساترته ده wixii alla gowracayna wixii alla dileena ma cunaysan waa diseena waa cunaysan bal xaaladda ka waran oo xukunka maxay kula tahay markaas hal waxaa nabiga lagu yiri oo uu nabigu waxaan oo dhan waa loo sheegay waxaan allah baan xaakim ka dhigan ani allah ay xukumo allahna sidan u yiri sidan aan ku dhaqmo allah yiri afa qeyrallahi ma alla qeyrki baan abtaqi dalbi xakaman xaakimahan wa huwa allana الذي الله هو أنزل الدجية إليكم حقنا الكتاب كتابك الدجية مفصلا حالك على سار ساري ومد مد كل هنشلون ومد مد كل خلد هنشلون أول عادي هاي والذين كوا أتيناهم الكتاب كتابك أنسيني ويهودي نصاريه يعلمون وحي أجيهين أنه قرآن كمنزل إلا قصه الدجية من ربك ربك بالحق حالك كل هاي وكتبت أيها يستابع قرآن كتلماميس لنك قرآن كالقصه الدجيني وقت جيسة daqan kiisa quraanku waxyaabuhu ka hadlay kulli diinihii hore wada sheegay marka nabiga waxa lagu rifaalaa ta kuunana ahaanin min al mumtariina kuwa shakisana ahaanin haasha bashakiyana nabigu inaga la ina sheegaya nabigu inagu fariinta ina soo gaarsiin wa tamad way dhamaystirantay way taam noqotay kalimatu rabbika rabbiga kalimaadkiisa xikmadda aha waxyiga aha sidqan run xagga khabarka iyo wadlan aadilnimo xagga xukunka labadaba xagga khabarka iyo warka waa run xagga xukunkana waa aadil la mubaddila wax bedeli kara ma jiro li kelimatihi alla kelimadiisa sidoo wuxuu xukumay sidoo wuxuu uga warbixiyay
سيد وحسود جي وحب دلي كرام مجره وهو الله سبحانه وتعالى السميع كما قلوي العليم وحول بممغلا وحول بنفوقه مركب عنه هاي قد انتهى إلها إذن أركا إذن مغلا إذن أغ كبق أو كأمر قاتل قد انتهى إله وين أغيه وتمت كلمات كالشيق وقرآن كي وحي لسودة جيوين تمت ويتام نقطة كلمة ربك ربك كلمة ديس ووحي جيه صدقا فن حق خبرك يو عادلا عادل لمو حق حكمك لا ببدل وح بدل كرانا متره لكلماتي ألا كلمات كيسا وهو ألنا السميع كمغلوية العليم وإن تضع نبي الله محمد وحداد ياشو كتلقى عدته أكثر من دات كوة دات كيسا بدن في الأرض أردد كتيرة يدلوك ويكل منايا عن سبيل الله ألا وددي سيكال من إن يتبعون ما يتبعون مرة عيان يوم إلا ظن ملموية وإنهم يقولون ما أها إلا يخرسون إني ملأ أولي يعني خرس هو واحد في قياسه يا خرس لينا نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم تدبدن وقالا ويمنو تلا إنا بقسينا يا ورسدا يسدا يلوني هدد خاكو صور راعي بل يردبع موتيو إلهي عيدة كدا يو ورر بدن بقول إيمانا يا وكان نبقى وحال قويني انت بدن إردولك جوكتا هداد كتلاق هذا توت راعدو ودد حقا يدوا يكالليحن ودي يقا يش إلا يقا ودد بادل كاتكو سبانه وحي ربانا وحي راعيان وملا أول وملا أول وي وحي راعيا وحك له حقه هيان مثله مركا ملا أول دين ما نغضى طالنا ما نغضى وإن تدع حداد يشو أدعضو أكثر من دد بدنكي في الأرض أرض هذا كسوغن يدلوك ويكل من ويكالليحن عن سبيل الله ألا وددي سبيك الليحن إن يتبعون ما يتبعون مرة عيان إلا ظن ملؤون مويان وحقيقوا هيان مجره وإنهم يقولون ما أها إلا يخلصون إن ملأوال يان مويان إن ربك ربك هو ربك أعلمك أقوي من يضل قفك كاللنصا عن سبيله وددي وهو ألا أعلمك أقوي بالمهتدين كوها نصا وحيكار لقانتها النبي الله محمد أدقى وددي حق إذا adigii dadka ku raacay ya wadadii xaq ahayd haya kuwaas fikrad kasta ay kuula yimaadaan ha ka yeel fikrad kasta ay kuula yimaadaan ha ka yeel wa dalal wey inna rabbaka rabbiga huwa rabbiga a'lamu ka ogweeyo man yadillu qafka kallunsan an sabiilihi wadadii si xaq ahayn wa huwa allana a'lamu wa ogha bil mubtadiina kuwa hanunsan oo aad u hoggaamiya ka tahay fakulu una mimma ki dhukrismullahi ilahi magciisa lagu xusay alayhi dushiis إن كنتم هداتين مؤمنين كورهم بآيات تواحك سوء النبي الله شيئا وأن لما عيسى اللغو حصي اللغو قورا عي عنا الليل وقال له كلمركات بسنك كدفتان أيها وحاد قورا عيسان كل وحاصر دنمركي مقع على اللغو حصي عنا الليل مركا آيات باتر سكدب اتميضو أهل كتاب كدعام كيس والدين حلالي مركا كوا إن مقع على اللغو حصينا اللغو حصين لما كلا شيء سيدي يوع كو قورعان ما كي قورعان وحوي ابن كثير كو حليهي وحالوغي هي مقع عن الله إنين كو قورعين ابن كثير كليهي لقو مرة عسنا مسألة ذا ميال ويدين مدور ورمحات كو قورع ذا ميال لديهم ميوي صحابة ذا وحي يا رسول الله تدباديها كايما وميالا كايما يهيل ابن الله إيمان إنا يبسن كقبتاني إنك لنا ما كلا أغن إذن كو بسن كقبت عنو للنبي عليه الصلاة والسلام marka dadkii deen la waydiin maayo warbisin kama yaad qabtay la dhihi maayo marka aayada ahlu kitaabka waalidiin xalaaleeyay ah bisin la waydiin maayo idinku muslimiinta hadaatiin waxaad bisinka ku gowracdeen cuna layd marka aayadaas meesha ay noo taala fakulu cuna mimma ki lukirasmullahi ismiga allah lagu xusay calayhi dushiisa markii la gowracayay in kuntum hadaatiin mu'miniina ku warfumay بآياته إلهي آياته سفمي وما لكم حاد ليدي ورمحاد ليدي سؤال ميدا وما لكم حايدين سقنا ذيو ألا تأكلوا أيدان أعنين مما كي ذكر اسم الله إلهي مجعيس الوحس عليه دوشيس والحاد قلف الصلاة وألا كلا سار ساري وعدي لكم إذن ما حرم عليكم وحيدن كحرامي إلا مضررتم وحضبهتان موي ومركي شيء حرام أضبهتان وضعونيسان إلا مضررتم وحضبهتان إليه حقي سمويان وإن كثيرا إن بدن
لا يضلون ذاتك ويلميلن يعني بأهوائهم سيئة والربان بكلهم بغير علم العلم الآن إن ربك الربك هو الربك أعلمك أقوي بالمعتدين كو حد قدمي وروحي بس لقو قورعي عنا ملايين وحي بس لقو قورعي محيدا نعنين إلهينا وإذين شاقة وحي حرام حرمت عليكم الميتة والدم واللحم الخنزير وإذين شاقة وحي حرام ذكا أعماش أشياء ذكرتا عبادة ذي أشياء ذا الإسبر برقا أشياء ذا أصل كيدو وحلال إلا وحي النسك كسور هابين مويان عبادة ذا أصل كيدو وممنوع لما قلي كارو إلا وحي النسك بنيين مويان بركة وحي اللي ذكا حرامي وإذين شاقة بركة محل عن الله وحي بس لقو قورعي illa wixii aad u baahatan wixii idinka xaraamay hadaa u baahatan waad cunaysaan oo qofka baahid u hayso baqtiga uu cuni kuma lakum haydin sugnadayo alla taakulu aydan cunaynin mimma ki dhukra ismullahi ilahi magciisa lagu xusay alayhi tushis wal had khalfa sala u kala adeeyo kala saar saaray lakum idinka ma harama alaykum wuxuu idinka xaraamay illa ma shay muyun haram idinka ahayn وضربتم إليه أذوب هاتين وبختجي ذوب هاتان وعذونيسا وإن كثيرا إنبدا لا يضلون ويلمن ياندتك فعل كوام عدواني لا يضلون الناس دتك ويلمن يا بأهوائهم سيئ والربان بكل من بغير علم العلم الآن جهل بيكوه جامنيا إن ربك ربجا هو ربجا أعلمك أقوي بالمعتدين كوا حد قدبي علم ذم يشوا يكير هاللين وقالوا حيدهن بسنكا qofka muslimka ah neefku gowraco haduu bisinka ka tago haduu u ka suga tago ama ilowsho uga tago culimada qaar waxay leeyahay haduu ilowsho uga tago ama u ka suga tago waa la cuni muuminku waa taahir waxba kama xuma waxa weeye allah ba qalbigiisa ku jira marka waxa weeye waa la cuni culimada qaar baan culimada waxay leeyihiin haduu amdi uga tago la cuni maayo haduu sahwi uga tago waa la cuni culimada qaarna waxay leeyihiin amdan wa sahwan labadaba haduu uga tagal cun maayo ilay marka sida ugu fiican waxa weeye al mu'minu wa taahir isagoo qalbigiisu fayow yahay muslim ayuu gowracay duu ka taga bisinka waa la cunay allah wuxuu leeyahay wadaru ka taga daahir al ismi dambiga kiisa muuqda oo badanka aad ka qabataan iyo wabaadinahu ka qarsoonood qalbiga ku haysaan innal ladina kuwa yaksibuna shaqiyah kasba al ismi ismiga sayujoon waa laga abaal marin bima shay kaano ahay yaqtarifoon kuwa gurubsaday kuwa shaqaysay way garo oo dambiga ka muuqda iyo ka muuqani labadaba ka tag ka muuqdo waa wax badanka iyo xubnaha ka sameysaan oo la arko baadinkuna waa wax qalbiga ku jira waswaaska iyo shakiga iyo gaalnimada iyo nifaaqiyo waxa soo dhan ka tagalay labadaba ka tagalay qalbigaagan Allah ba arkay ogow wadaru ka taga dhahiral ismi ismiga ki samuqda oo badanka aad ka qabataan iyo wabaadinahu ka qarsoon oo qalbiga aad ka qabataan innal ladina kuwa yaksibuna shaqiya kasba al ithma dambiga sayujuna wal abal marin bima shaygi kaanu ahaayeen yaqtarifuna kuwa shaqaystay marka waxa meesha waxa taala dhaahirkii dadkii baba ku arkay qalbigaaga Allah ba daalacanay wixii dambi ahayd ku qabato walaga abal marin wala taakuluha unina mimma ki lam yuzkar ismullahi إلهي مجع عيسى لوح سن عليه دشيس وإنه كان مجع على لوح سن لفسق فاسق نموي الدين تكبحسن وإن الشياطين الشيطانهنا لا يوحون وحيو وحيون أشيجي إلى أوليائهم صاحب ضادي إن سجاها أم جنكها وحبيو وحيون أشيجي وضي أقري وضي أشيجي ليجادلوكم ساي إذن للضادان كون لو وحيودين وإن ضعتمهم هذا الدعاء كتلا قاتان الله تشتان إنكم إذن كل مشركون باتين يوغو كلاتين آيادا واكينو شيغي نيو هاونين وحان مغا على اللغو حسين آياد دي أهيد أهل كتاب كافياشين هليب كيسا عونا يا ميشة تالا مركا علم وحي ليهين آياد دا يا تن سخضي آياد دا سا تن سخضي علم دا قار بالي وحوي آياد دا يا تن سخضي oo bisinka kuwaas ee u qaban mahayaan bisinka kuwaas Soomaa marka lama ina nasaxine aayadan islaamkay khaas ku tahay taan ahlul kitaabka ee khaas ku tahay hilibkooda in la cunayo way wala taakuluha unina mimma ki lam yuskar ismullahi
إلهي اسمكيس أن لوح حسن عليه دشيس وإنه كان اسمك على لوح حسن لفسق فاسق نموين آيات داسا كدن بيسيو دي وحي أهل كتابك قول عن والعنوين وإن الشياطين الشيطامهنا ليوحون ويوحيون إلى أوليائهم صاحب بضو أوليادو دي حق إنسك أها يا أوليادو دي حق جنك أها يو شيطانك هوسان وحبو شيء سيدا يال أو سيدا يال أو ساكولا الله إليه ليجادلوكم إني إذن لمرمان كو جنك يا إنسك أهي وإن ضعتموهم هداد يشانك أدعدانو كتل قادتان إنكم إذن كل مشركون بات لا شرك بإذن الله إيمان أو من أحد كان هذا ميتا بخت وفأحييناه آن نوليني وأن حق فهم سيني وجعلنا له أنويا للنور النور وقرآن كيه يمشي وكس عنا يبيه النور كاه في الناس الدتك الدحليسة كمن روح وكلوي مثاله في الظلمات مجد كتلة ليس ماءها بخارج كوكب منها ظلمات كوكب عماء وحماشا لنا تصالينا قف مؤمنة وإيمانك كن على هذا ونورك هو قامنا يوم الله مدبا قف مجدي يا شرك يا نفاق كل حسنا ما لم يدبه بركة تصال أهم بالين وسوق هذا قف نور وطاء افتين وطاء قف مجدي الظلمات كل ما يسكون مدبه الله بداس ما هي مؤمن يقال لا يسكون مدبه هواي بركة الله بدي يضيف بالين وسوق ده جاي أو من أحد بركة سيد أي قف حسيرا مثال هو داسي ليس كمثل شيء ويو وزيادة لي ما دي عن زيادة لقدينه كمان فروح مثال هو تلمانتي شو أي تعرف الظلمات يوم نغان marka sidaa hore inuu ku wadi aw man ahad kaana ahaday quraanku ma leey ziyada wixii kalimaha ziyada lagu sheego taakeed bay faa'ideeyneysa aw man ahad kaana ahaday mayitan wax dhintay oo markii hore mushrig aha oo faaxiyeenahu aanu nooleeyne bil iimaani iimaanka aan ku nooleey qalbigiisii noolaaday wajacalna aanu yeelay lahu isaga nuura nuur oo quraanku u gacanta ku wato qalbiga ugu jira yamshi uu ku socday bihi nuurka finaasi dadka dhexdiisa muamaladu dadka la muamalo quraanku wataa siduu isagu u dhaqmay quraanku wataa qofka noocaas ah kama ruuxo kalmiya fidulmaati ku jira mugdiyal oo gaalnimo iyo shirka ku jira leysaana in bixarijin ku ka bixmina xageeda la dulmi ku jira iftiin uu kaga baxana ma haysto kadaalka sidaas oo kale yazuyina loogu qurxiyay lil kaafirina gaalada ما شيء كانوا هن يعملون كوا عمل فلا. سدى أي ظلمي أي أقول احتيان ظلمي أي كل احتيان وين الجرنين إنه ظلمي هاي وحفي عني موديان. يا قال هذا لو قرح يعمل قادم. بركا ظلمي بكوس صعيان وكم بحيان ظلمي. وكذلك السداس كذلك السداس زين اللو قرحين للكافرين قال هذا ما شيء كانوا هن يعملون كوا عمل فلا. وقال عملك كتير وبلفي عني هذا قد هذا. روح ولا بوحة وسويت عليها بوجود ذات. dadka qaadkii waxa cunay wax la qayilay qabaan dadka khamriga cab sidaas oo kale dadka suuqa dilala sidaas oo kale dadka fadhi kurdida ka fadhiyasi qof waliba wuxuu hayo yaa la quruxsan oo la wanaagsan ilaadun la quruxsan oo iska deyn lahayn wakadalka sidaas yaanu jacalna u yeelay fi kulli qaryatin qaryo walba mujrimiyaha dambiilayaasheeda akabira kuwa waaweyn i'raabtu meeshan way yar adag tahay مجرمي هذا سا مفعول كي هراء أكابرنا ومفعول كي لبات سيكال العراب واسورقا قرية والبدنبيل ياشاد وكوه واوي ويمعنه قرية كستو اميل دق الدنبيل ياشا هقامين يو قصايا وكوه واوي نسادة هيا حولايسا ويجي قرية لو بكواسا قصي وكذلك سيدا سنجعلنا أغوية اللي في كل قرية مغالكة مجرمي هذا الدنبيل ياشاد أكابر كوه واوي qariyo walba dambiile yaasheed warag waaweyn maxaa sida kuwa waaweyn ee aqalka isbidaayo maxaa hoggaamiyayaal looga yeelay liyam kuru inay khiyaano sameeyaan fiya qariyada khiyaano sameeyaan oo dadkii wadada ka leexiyaan oo waxaan jirin u sheegan kuwa waaweyn weey wax wax luminayaan liyam kuru inay khiyaaneeyaan fiya qariyada dhexdeeda dadkii joogay wama yam kuruna mana khiyaaneeyaan oo khiyaanaday sameeynaayaan ma jirto illa baafusii naftoodu bay khiyaaneeyaan qofka duu dambi iyo khiyaano sameeyo oo isagu wax kasta uu ku doonay dibku isagu dib u soo noqon wayo Allah isagu kala xisaabtami wayo adduunka laftiisa in laga xisaabtama suuragala oo inta la fahmo dibli isugu noqdo oo meeshaba laga saara suuragala wama yamkuruna mam makriyaano ma khiyaaneynayaan ila banfusim naftooda mooyeen
dib kan ay sameeynaan naftoodi dib ugu noqon wama yashcuruna man oga iyagu sida ilaa haday ogihiin waxaanu in dib ugu soo noqon ogihiin way iska deyn lahayn wila jaa'atum haday u timaado maakiriinta mujrimiinta ayatun mu'jizat qalu waxay dhihi lan nu'mina rumayn mayn hatta nuta ila anna loola yimaado mithal ma shay oo kale uutiya loola yimid rasuulullah ilaa fisisisa loola yimid ilaa anna loo waxyoodo anagana rumayn mayna ayad baa u timid ilaa rususa sida loogu waxyooday anagana loogu waxyoodo ma rumaynayna dhahya isla weyna mana loo waxyooday ilay wayda jaadu markaa u timaado ayatun mu'jizat qalu waxay dhihi lan nu'mina rumayn mayn anagu ayadan ma rumaynayn hatta nuta ila anna loola yimaado mithal ma shay oo kale uutiya rasuulullah ala rususisa loola yimid anaga lafsayadana loo waxyoodo allah allah ba a'lamu haythu ma kan yaj'alu yali risalatu rasulimadis meesha oo risaalada dhiga allah ba kuwa lama anaga loo waxyoodo risaalada dadka ku fiican ee allah ugu tala galay allah ba nabiyullah muhammad ba hada goob jooga marku quraanka soo dagay nabiyullah muhammad ba goob jooga wa ahad ka adduunyada ugu sareeyay ugu fiican ugu wanaagsan ee allah risaaladiisa khaatimada uu la doortay way نبي الله محمد الله الله أعلمه حيث ما كان يجعل يلي رسالته رسول لمدي سأيالي إذنكم مركوا أم صوبتان سيصيب الذين كوي وأصيب أجلهم دمبابي صغار ذل بأصيب عند الله ألا أكتيس إيو عذاب عذاب شديد أدرا بسبب ما شيء سببت كون يمكرونك وخيان الله سبحانه وتعالى وحولي الدنبي لياشا عذاب كاسا كايدو سيصيب وحا أصيب أو كردعي الذين كوي أجرموا دنبابي سقار دل عند الله هذا قفك دنبيلها قفك دروغيستها دل قصارا هذا والله يامي إيو عذاب عذاب شديد وأرق بسبب ما شيء سبب تكانوا أهيين يمكرونك وخيانا سمعي سبب كونه ماكرين وين الله سبحانه وتعالى